هاي. سعادة هي محور أبحاث العلماء والفلاسفة بشكل مستمر، وفي معادلة حسابية تقدر تتوقع كيف مستويات السعادة بتختلف لما بنربح أو لما بنخسر. هالمعادلة خلت العلماء يستنتجوا إنه السعادة المؤقتة بتكون أكبر مش لما الأشياء تكون منيحة، وإنما لما تكون أفضل من المتوقع. ولتحديد هالفورمولا استعان الباحثين ب 26 شخص وافقوا يلعبوا قمار تحت التصوير، وتم تسجيل مستويات سعادتهم بناء على نشاط دماغهم. من هون اكتشفوا تأثير التوقعات على السعادة. المشاركين يلي كانوا متوقعين يخسروا وربحوا كانوا أسعد من يلي توقعوا الربح وخسروا. مين قال إنه هالقاعدة ما فيها تستعمل بشكل دائم، لأنه توقع الأسوأ بيأثر بشكل سلبي على المعنويات وبالتالي على السعادة؟ أنا قال. شوفكم بكره.